السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ود الحمار لو يرتقي الجوزاء، ركب التصوف كي يعتليها سماء. فإذا التصوف يهوي به دركا، تبديل شرع الله وقصعة وسقا. الدين عندهم أمر شيخهم، وما خالف الشيخ تهتك وفنا. يقدسون الشيخ بأكل غائطه، وكأنه حلوى في لذة وهنا. قد شابه القرد في قفزاته، وشابه الكلب بنباحه وعواء، وشابه الجحش حين نهيقه، وشابه الضب إذ يرى ضباء. يتراقصون كما الغواني فعلها، فالرقص دين وسنة وغناء. اسم التصوف من نعيجتنا، فبدونه النعج محقورة جماء. هم كالقطيع بين يدي قائدهم، فالقائد الفذ حمارة جرباء. يعطلون العقل بأمر شيخهم، وإلا فالطرد إن لم تتسم بغباء. يتسابقون كالبهم نوال مراده، وهذا المراد إبليس متواريا بخباء. عمامة الشيخ كلما كبرت، فاعلم أن تحتها قرن كبير وقرعة مرداء. مكاسب الشيخ من مريد وتابع، جاه وخدمة وطاعة عمياء. والمال حدث ولا تتردد مشككا، ذهبا وفضة وناقة شهباء. زعم الشيخ بأن طاعتهم له طريق جنتهم ونوالهم حوراء. وصدق القطعان زعم شيخهم، فاستبسلوا سفها تسليما وإيماء. اليوم هو سيد يأمر وينهى تبجحا، وبعد موته ضريح وعبادة ودعاء. أما الولاء والمودة للطغاة، فإنه غاية عيش رغيد ومدح وإطراء. يمشي الشيخ متبخترا صلفا، في جبة قد حوت ناقة عشراء. متمايلا وامتداد الكرش يسبقه، يوحي لناظره أنه في غد نفساء. جعلوا الدين سلع يتجرون بها، وأهملوا التوحيد والسنة الغراء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.